مبارك ان شاء الله. إن شاء الله تم افتتاح معرض الاقتصاد الاجتماعي والمرشد النفسي والمسعف الصحي على مستوى مراقبة تربية تعليم المركز. كان فيه عدد 9 مدارس مشاركين من التعليم العام. الحقيقة واضح هذا الجهد الكبير جدا اللي جاء نتيجة في ختام نهاية السنة الدراسية. وكان الحقيقة السيد مدير مكتب الخدمة الاجتماعية والصحة المدرسية صاحب الفكرة اللي انطلق بها هو والسادة الزملاء في المدارس، ومن ثم انطلقوا الحمد لله. كان معرض جميل جدا. كان الهدف من هذا المعرض هو إيضاح التوضيح ومهام الأخصائي الاجتماعي والمرشد النفسي والمسعف الصحي، أيضا إيصال صوت كل هؤلاء كل هذه المسميات لكل الناس. طبعا المعرض هذا أول مرة يصير في الزاوية لنشاطات المسعف الصحي والأخصائي الاجتماعي. طبعا فتحنا آفاق، أعطانا نفسية الله يبارك إن نعطوا أكثر وأكثر في سبيل إنجاح المرحلة التعليمية والمؤسسة التعليمية. ونتمنى ديما اللي زينا واللي المدارس الخاصة والعامة كلها تعطي زينا وأحسن مننا. هذا بينا طبعا إحنا دايرين برامج في المعرض هذا، أعطينا طاقات كل واحد بدل كل ما بجهده باش تنجح هذه اللمسة الحلوة اللي داروها لنا طبعا في مدينة الزاوية. الصعوبات اللي تواجه فينا المدارس مرات الإمكانيات مرات نعجزوا عليها، زي ما تقول جبانها، زي ما تقول كيف نتواصلوا مع ولي الأمر. طبعا احنا تودرنا استبيانات وبدينا نوصلوا بطرق زي ما تقول سلسة. لما درنا الاستبيان خدينا رقم الام ورقم البو يعني باش نوصلوا للطالب كيف مثلا طاح مرد عندنا كذا من حاله صدع جتنا وطاحت وصارت له زي ما تقولي في المدرسه هبوط سكر حتى هو يصير نقدر نتواصلوا مع ولي الامر نتاعك. طبعا درنا حتى زي ما تقول افاق لهدم حشرات الشعب لانها انتشرت والظاهره كارثيه وهلبه ما يستوعبوش في الموضوع عادية، لكن احنا اخذنا احتضنا الموضوع هذا من بدايته لنهايته واولياء الامور حتى اللي تقولها عينك في حشرات ما تاخذش الموضوع زي ما تقول تعض لو لا وكيف، لا تاخذ الموضوع باحتضانه كيف نعالج الموضوع هذا كيف ما يديرش بيصغر. الحمد لله حتى في تجاوب مع اولياء الامور الله يبارك.